طيب لما لا تكون هذه الخطوة سيد العارفي هي ابتزاز لبناني للمجتمع الدولي للحصول على أموال مقابل وجود اللاجئين على الأراضي اللبنانية، لا سيما أن نجيب ميقاتي بالآونة الأخيرة هدد بطرد اللاجئين السوريين من لبنان؟ جرت العادة أستاذ محمد عندما يريدون أموال أن تبدأ المناشدات ويبدأ الحديث بأننا نقوم بالصرف على اللاجئين، أقيموا المؤتمرات وأعطونا الأموال لنعطيها للاجئين لنصرف عليهم، لكن الآن لم يتم الحديث عن عوز لبنان. نحن نعلم بأن لبنان كحكومة وكدولة يقع بعوز كبير وبحاجة، وأعلن إفلاسه منذ مدة، والليرة اللبنانية وصلت ل أسوأ يعني حالاتها منذ قرون منذ عقود. فلذلك نستطيع أن نقول بأن الحركة هي عسكرية سياسية أكثر من ما هي مالية واقتصادية. فالحركة جاءت بضغوط من إيران وحزب الله. حزب الله لا يريد، إسرائيل الآن أصبحت تتحدث عن ضرب حزب الله وعن ضربة قاسية لإيران لأنها تزود حزب الله بالعتاد والأسلحة. وجود تلك المنطقة الأمنة تعتبر خطرا على إيران وعلى حزب الله. لذلك باعتقادي ومن وجهة نظري بأن الدوافع هي عسكرية سياسية ليست مالية اقتصادية.